لمناقشة الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي السوري حسن النيفي. سيد حسن، مرحبا بكم. لنبدأ من كلمته المتلفزة، بشار الأسد يقول نعي تماما أن هذا التحرير بحسب وصفه لا يعني نهاية الحرب. ما الذي نفهمه من هذا التصريح سيد حسن؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. يعني ليس جديدا أن يكرر بشار الأسد انفصاله عن الواقع حقيقة الأمر. فهناك مشكلة أن هذا الإنسان، إذا سميناه إنسان تجاوزا، ما زال يصر على أن يعيش الوهم الذي يعشعش في نفسه، وهو ليس مفصول فقط عن واقع السوريين، بل يعاني انفصال أيضا على مستوى القيم الإنسانية. فإذا كان يسمي ما ألحقه بالشعب السوري انتصارا، فهذه هي قمة العار حقيقة الأمر. يعني الذي يقتل من شعبه قرابة 1 مليون إنسان ويهجر 10 مليون إنسان، وهذه الأرقام ليست من عندي وإنما وثقتها منظمات الأمم المتحدة، المنظمات المختصة، وكذلك الذي يرى مئات الآلاف الآن التي تتشرد في العراء، وهؤلاء كلهم سوريون، يعني ليسوا من إسرائيل وليسوا من بلد آخر. الذي يسمي ما يفعله بالشعب السوري وما يلحقه من أذى بالشعب السوري هذا انتصار، فهذه جريمة كبرى ليس بحق السوريين فقط بل بحق الإنسانية. طيب سيد حسن، سيد حسن، يعني الوقت ربما يكون قصيرا معكم. تركيا من جانبها حشدت قواتها على حدود التماس، هل نتوقع مواجهة صريحة مباشرة بين تركيا وقوات الأسد ربما في الأيام المقبلة؟ هذا يتوقف على مدى التفاهمات التي سيتمخض عنها لقاء المسؤولين الأتراك مع المسؤولين الروس في موسكو. يعلم الجميع أن وفدا تركيا يزور اليوم الاثنين موسكو، وقد أجرى مباحثات هناك، والمباحثات سوف تستمر إلى يوم غد. أغلب الظن أن محادثات اليوم حتى الآن لن يتمخض عنها أي تفاهم، ولكن هناك ربما إصرار من قبل الطرفين على أن يتوصلا إلى تفاهم ما يتحاشيا من خلاله أي اصطدام عسكري، لأن الطرفين. كيف تتوقع الموقف الروسي في حال يعني نشبت أو حدثت يعني مواجهة بين قوات الأسد وأيضا القوات التركية؟ كيف نتوقع الموقف الروسي؟ يعني لعلنا من المبكر أن نتحدث عن اصطدام روسي تركي، وأعتقد هذا لن يحدث. الطرفان الروس والأتراك ما يجمع بينهما مصالح مشتركة ربما تكون أهم من المسألة السورية. هناك قضية الغاز، مسائل اقتصادية أخرى، قضية صواريخ S-400، هذه المصالح المشتركة كلها ربما تجعل الطرفين يصران على أن يتوصلا إلى تفاهمات. وما هو أكثر يعني توقعا من خلال المعطيات الميدانية هو ربما يعني صياغة سوتشي جديد إن صح التعبير، أي إنشاء تفاهمات جديدة ربما تلبي مصالح الطرفين، ونحن نقول الطرفين يعني التركي والروسي وليس السوري بطبيعة الحال. في ظل هذه المجازر، هل ذهبت اتفاقية أستانا أدراج الرياح سيد حسن؟ اتفاقية أستانا كانت لعبة روسية، هي استثمار للوقت لتحقيق هدفين أساسيين. الأول إفراغ القرارات الأممية من محتواها، ثم بعد ذلك احتواء الفصائل المسلحة ومن ثم الإجهاز عليها، وهذا قد تحقق بالفعل. الآن لا يهم قرارات أستانا، الذي يهم ما هو حاصل على الأرض. بوتين يضع يده على العديد من المدن والبلدات ويزحف هو باستمرار، هذا هو المهم بالنسبة. طيب سيد حسن، بأقل من نصف دقيقة، تعتقد أن الولايات المتحدة ستدعم تركيا في حملتها المنتظرة؟ موقف الولايات المتحدة كيف تراه؟ موقف الولايات المتحدة وموقف الناتو صريحان جدا، هما يقفان إلى جانب تركيا إعلاميا، ربما يزودان تركيا ببعض الأمور المخابراتية المعلوماتية، ولكن لن بكل تأكيد لن يقفا ميدانيا، أي لن تكون هناك جنود
الأمريكان أو دعم عسكري مباشر من قبل الناتو. نعم سيد هذا حسن من المستبعد أن يحدث. من إسطنبول الباحث السياسي السوري حسن النيفي، شكرا جزيلا لكم.